فيلسوف عصر النهضة الفرنسي فولتير في رسالة بعنوان الملاحظات الأولى على أفكار باسكال Remarks Premières sur le pensée de Pascal نشرها سنة 1728 رفض فكرة الرهان كدليل على وجود الله واعتبرها طفولية وأضاف إن فكرة إني لابد أن أؤمن بشيء ليست دليل على وجود الشيء لكن في الحقيقة باسكال ما استخدمش رهانه كدليل على إثبات وجود الله لكن كقرار ضروري عملي من المستحيل لأي فرد حي تجنبه واعتقد أن تجنب الدخول في هذا الرهان ليس خيار وأن العقلانية غير قادرة على كشف الحقيقة بالتالي قرار هل من المفروض أن الفرد يؤمن بالله لابد أن يصنع بناء على اعتبار تبعيات كل إمكانية نقد فولتير ما كانش بناء على اعتبار رهان باسكال كإثبات لوجود الله لكن اختلافه على فكرة ان نفس المعتقد اللي باسكال بيحاول يمرره غير مقنع واضاف ان مهما يحاول الفرد ان يعمل على صنع الايمان بالله ففي افضل الظروف هيكون ايمان ضعيف الامر اللي بيتفق عليه باسكال لانه موافق ان العقلانية غير قادرة على اظهار حقيقة وجود الله وبالتالي البشر مضطرة لاختيار القرار الامن ده بالإضافة لأن علشان حجة باسكال تصح لابد أن الفرد المراهن يكون على يقين أن الله علانية باحترام هذا الرهان أو الدخول فيه أي أن لابد من قبول الله للرهان أيضا حتى تقبل تبعيات المقامرة الأمر الغير مثبت وبالتالي بيسبب عرقلة منطقية للرهان الإشكالية التانية اللي بتقابل الرهان نبعة من تعدد الأديان وعدم اتساقها في كثير من الأحيان الفيلسوف الفرنسي دينيس ديديرود المعاصر لفولتير عبر عن الرأي ده بإيجاز لما سئل عن رأيه في الرهان وقال إن إمام مسلم قد يستخدم نفس المنطق بنفس الطريقة أن إمام could reason the same way بما إن في صور متعددة من الأديان عبر التاريخ أصبح هناك صور عدة لمفهوم الله أو الإله لابد من ضمها جميعا للرهان الأمر اللي قد يقود البعض لتكوين اعتقاد خاطئ في إله غير موجود وبالتالي تتعطل الميزة الرياضية للرهان بصورة أخرى أي معتقد أو دين من الأديان المتعددة المفروض أن الفرد يختاره أو لو طرحنا السؤال بصورة باسكالية أي دين المفروض نراهن عليه بما أن الأمر براجماتي وبدافع من المصلحة الذاتية هل المفروض أننا نراهن على اليهودية المسيحية يمكن الإسلام وليه مش الهندوسية أو البوذية أو حتى كل الديانات السابقة مثلا لو فرضنا أن المؤمنين بأودن الإله في ديانات القبائل الجرمانية القديمة استخدموا نفس الرهان لتبرير اعتقادهم لكن في نهاية الأمر ظهر فعلا وجود إله لكنه إله الديانات الإبراهيمية أصبح المؤمنين بأودن في خسارة فادحة بالرغم من أنهم استخدموا نفس قواعد الرهان صورة أخرى من الاعتراض بتجادل أن الأديان المختلفة بتفرض تعاليم وقواعد متضاربة في كتير من الأحيان لو أحد القواعد في دين ما بتقود إلى التقرب من الله والخلاص القاعدة المضادة لها في الدين الآخر هتقود للبعد عن الله وبالتالي الخلاص وبالتالي محصلة اتباع الدين الخاطئ هتكون سلبية القيمة أو بصورة رياضية من الممكن أننا نجادل أن في عدد لا نهائي من الأديان المتضادة Mutually Exclusive Religions جزء من عينة كل دين احتمالية ان اي من الاديان صحيح صفر وبالتالي قيمة اتباع اي من الاديان دي صفر في الحقيقة الاعتراض طرح في وقت باسكال وكان رده ان ده مجرد فخ الفرد اللي عاوز يوصل لحقيقة الدين ما بين تعدد اديان هيقوم بالعمل الصعب بمقارنة الدين بالاديان الاخرى للوصول للحقيقة لكن ده ملوش تأثير على الرهان ورفض الدخول في تفاصيل اخرى حول الاعتراض لكن في الحقيقة رد باسكال كان غير مقنع ومهمل لاعتراض منطقي وطبيعي على الرهان التابعين لباسكال أخذوا الاعتراض بجدية أكتر وجدلوا أن الأديان اللي من المفروض أننا نعتبرها هي الأديان اللي بتكافئ بسعادة لا نهائية إن صح اختيار الفرد في الرهان وبالتالي بعض الديانات اللي بتقدم سعادة غير مكتملة أو نهائية زي الديانات الجرمانية القديمة من المنطقي إقصائها من الرهان أما الديانات الإبراهيمية على سبيل المثال بتعدد صورها كلها بتقدم نفس صورة السعادة الأبدية النهائية في حالة إصابة الاختيار في الرهان سواء كان الكائن العلوي الله يهوى أو المسيح
وبالتالي لا يوجد تعارض بين الديانات الثلاثة في الرهان. لكن في الحقيقة الرد ده ما زال مشكل، لأنه ما قدمش حل لإشكالية اختيار الدين الخاطئ، وبالتالي الوقوع في عذاب وعقاب الجحيم الأبدي. ده غير أن باسكال نفسه بشكل غير مباشر بنى رهانه على صورة إله الديانة المسيحية، وجادل من منطلق صورة إله غير محدود القدرة أو يمكن تصوره، يحاسب ويعاقب المؤمنين على معتقداتهم وأفعالهم. اعتراض آخر مهم على رهان باسكال هو أن هؤلاء اللي غير قادرين على الإيمان وبيختاروا الإيمان فقط للحصول على المكافأة في النهاية والنجاة، لأنه الاختيار الأمثل في الرهان، أفراد مخدعة غير صادقة وخبيثة. ده بالإضافة لأن من الصعب تصور إله كامل القدرة والمعرفة والعدالة غير قادر على اكتشاف خداع ومكر هؤلاء الأفراد، أو الإخلال بعدلته في المساواة بين هؤلاء الأفراد والمؤمنين الحقيقيين، الأمر اللي بيلغي قيمة الرهان. الاعتراض ما بيركزش على صحة الرهان، لكن على تبعياته، وهل فعلا هيساعد الفرد في الوصول لغايته وتحقيق الخلاص. باسكال رد بالتحديد على اعتراض عدم قدرة الفرد على تحقيق إيمان بشكل صادق أو حقيقي بأنه أمر غير عقلاني، وبالتالي لابد أن مصدره المشاعر، لأن المنطق بيدفعك للإيمان، وما زلت غير قادر على الإيمان، إذن لابد أن عدم القدرة على الإيمان نبع من رغبات الفرد. وبيجادل أن الرغبة في عدم الإيمان دي من الممكن التغلب عليها بالتحكم في المشاعر البغيضة دي من وجهة نظره والتخلي عنها، وبينصح الفرد باتباع خطى اللي كافحوا رغبتهم وآمنوا من قبل، حتى وإن تصرفوا في البداية كمؤمنين وإن لم يكونوا آمنوا بعد بصدق، لكن في النهاية المنطق هو الدافع، لأن الخلاص هو المكافأة والخسارة فتحة. الفيلسوف الأمريكي المعاصر لاريمور نيكول جادل في ورقة بحثية بعنوان رهان باسكال، الرهان انتهى، باسكالز ويجر، The bet is off، نشرها سنة 1978، إن متبعي رهان باسكال مخادعين لله ولن ينجحوا في الوصول للخلاص بطريقتهم الملتوية. لكن الفيلسوف الأمريكي والحاخام اليهودي جورج سلاسنجر رد عليه في ورقة بحثية بعنوان الحجة اللاهوتية المحورية، A Central Theistic Argument، نشرها سنة 1994، بأن أي منطق قد يوصلنا للإيمان بالله في حالة وجود الله لا يعد منطق سيء، أو بصورة أخرى الغاية تبرر الوسيلة. لكن الإشكالية في الرد ده زي ما شفنا قبل كده إن الحجة تعتمد على طبيعة الله إن كان جزء من الرهان وحيقبل بنتائجه وبفكرة إن الغاية تبرر الوسيلة، لكن من الجائز إن الله بيكافئ فقط على الإيمان الصادق، وبالتالي قد يصبح الرهان بلا قيمة.